طبعا الطريقة الثانية اللي هي الطريقة الحالية واللي هي بتم تطبيقها هو عن طريق انه اتيني اماونت وسويت ستيمولاتينج ليكويد، كمية بسيطة او ضئيلة من سائل محفز للعرق، بتم حق بتم محفز للعرق، بنحطها على في قطعة على السكين، طبعا اما على الارم او على الليج، يعني اما على الذراع او على الساق، وبتم وضع اللي هو الكترويد اللي هو قطب كهربائي. طبعا في هذا المكان فوق المكان هذا التيار الكهربائي طبعا ضعيف، هو ويك، وهذه العملية هي غير مؤلمة، ما بتكون هي بينلس. البروسيجر هذه العملية بتكون مش مؤلمة، وبالتالي التيار الكهربي هذا الضعيف بيحفز المنطقة إنها تفرز اللي هو تفرز العرق. طبعا بتدي شعور إحساس بالدفء أو بالوخز فقط. طبعا هاي اللي بتستغرق العملية عدة دقائق، بعد عدة دقائق بتم تنظيف المكان، المكان اللي جمع فيه بعد تنظيف المنطقة وجمع العرق لمدة حوالي، تم من جمع العرق تقريبا لمدة 30 دقيقة في بلاستيك أويل، بلاستيك كويل، طبعا لفائف بلاستيكية من الأنابيب، أو على قطع شاش، أو ممكن على قطع شاش جاوز فلتر بيبر. هذا السويت بنعمل له أناليسز، بتم تحليله بعد هيك. طبعا كيف هذا العملية بتتم؟ طبعا بتتم إما على ذراع المريض، إما من الذراع الأيمن للمريض أو من الفخذ الأيمن للطفل، طبعا على حسب اللي هو عمر الطفل. طبعا غالبا ما بيكون هذه العملية داخل الرايت فورميا. طبعا السويت ممكن ينجمع ويتم له عملية تحليل بطرق مختلفة، موقعين مختلفين، يعني ممكن آخذ من مكانين، ممكن ناخذ من مكانين ونتم التحليل من مكانين. طبعا بيتم غسل المكان وتجفيفه بشكل جيد، يتم وتنظيفه بالشاش، بعد هيك بنحط اللوحة اللي أنا بدي أحط فيها المادة تبعتي السمول جاوز، هذه باد بنحطها على السكين، ممكن نحط فيها الدراج اللي هو الميديسن أو المادة، في مادة بلوروكاربين هذه، أو ممكن اللي هو الصوديوم نيترايت. طبعا وبيتم وضع الأقطاب فوق الشاش هذه عشان تعمل لي التيار الكهربائي الضعيف ويدفع الدواء لداخل السكن. بعد هيك بيتم جمع العينة اللي هو بيجمع العرق في اللي هو البلاستيك هاي، بعد 10 لـ5 دقائق بتم إزالة الشاش، طبعا بنظف المكان بالمية وبجففها. طبعا ممكن يتم عملية السويتنج، هذا بتظهر السكن باللون الأحمر بنلاحظ تحت البيدز اللي انت حطيتها. طبعا بعد هيك بتم العرق، يعني السويت، بتم لصق الشاش الجاف وجمع العرق لمدة تصل إلى نص ساعة. طبعا بعد هيك بتم أخذ العينة هاي وعملية تحليل لإلها. طبعا ممكن يستمر عملية التعرق للمنطقة، ممكن تستمر ل 45 دقيقة لساعة، وبعد هيك بناخذ العينة بنشتغلها طبعا إما على فليم فوتوميتر أو إلكترو إكس تشينج إلكترود أو أي طريقة عشان نقيس نسبة الصوديوم والكلورايد.
طيب النتيجة اللي تبعتي اللي بدي أحصل عليها كيف بدي أنا أفسرها؟ طبعا إحنا قلنا النتيجة في السويت تيست إني أقيس الصوديوم والكلورايد في العينة. طبعا الصوديوم والكلورايد قد كيف نتيجتها؟ طبعا السويت كلورايد النورمال إنه يكون أقل من 40 ملي مول للتر. إذا كان من 40 ل 60 ملي مول هذا بوردر لاين، يعني ما بقدر أقول لا هو سيستيك فايبروسيس ولا هو مش سيستيك فايبروسيس، بوردر لاين. الاب نورمال اذا زاد عن 60 ملي مول للتر هذا اب نورمال. طبعا الاب نورمال اذا كان عالي غالبا الشخص بيكون سيستيك فايبروسيس، ولكن في بعض الحالات ممكن يكون سيستيك فايبروسيس وهو في البوردر لاين، او ممكن نورمال سويت كلورايد، بمعنى انه لازم ينعمل فحوصات كونفورماتوري تيست.